مبادرة من خلال طرح الموضوع اللي هو موضوع اللي هو هذه الساعة. وكنشكروا كذلك السيد عبد الكريم صالح على المداخلة القيمة ديالو في هذا الموضوع. التساؤل ديالي الوحيد أنا هو ماشي تساؤل، هو كمتابع إن شاء الله كنتمنى إن شاء الله من الناس اللي يكونوا مشرفين على الشأن الرياضي على المستوى الجهوي في جهة الناس في مراكش أنهم يردوا الاعتبار لهذه المدينة والفرق ديال هذه المدينة، لأن يعني بصراحة كيكون مجهود كبير ولكن غتكون منافسة كبيرة مع فرق اللي هي مهيكلة وعندها دعم وعندها اهتمام أكثر على المستوى لا مراكش ولا النواحي ديالها. كنتمنى أن ترد الاعتبار للفرق ديال مدينة الأسفي وتكون حتى التمثيلية ديال العصبة ولا التمثيلية ديال الأسفي على المستوى الجهوي وإن شاء الله في المستوى على مستوى التمثيلية الرياضية تكون ذات كفاءة اللي تقدر تعطي واحد المردود إن شاء الله يرجع بالنفع على المدينة ولا على هذا الفرق ديال اللي كيبذلوا مجهود ومجهود اللي هو جبار وشكرا.